إبداعنا اليوم من نوع آخر، إبداع بالتفكير وبابتكار طرق لحتى نقوي علاقاتنا الأسرية. بدينا قبل أسبوعين مع سمير وميري بيترو اللي هم مستشارين في العلاقات الأسرية، حكينا عن حاجتين من الاحتياجات العاطفية اللي الإنسان بحاجة لحتى تتلبى بحياته. اليوم رح نكمل ونحكي عن حاجتين تانيين، بس أول خلينا نرحب فيهم. صباح الخير أستاذ سمير، وصباح الخير ميري، أهلا وسهلا فيكم. قبل أسبوعين إحنا بدينا الفقرة الأولى أو الجزء الأول من مفاتيح النجاح لعلاقاتنا الأسرية، وكان كتير في هناك زي ما تقول ملاحظات إيجابية، الناس كتير حبته، وإجانا كمان رسائل إنه الناس حبوا هاي الفقرة وبحبوا يعرفوا أكثر عنها. هلأ اللي حكينا نحن هذيك المرة، بس نرجع نذكر شو عم نحكي نحن لما عم نحكي الحاجات العلاقاتية والحاجات العاطفية العلاقاتية. بلش بس فيها قبل ما ندخل بالتنتين الجداد. أوكي، مثل حاجة الحاجات اللي إحنا بنحتاجها نفسيا. ضوعتيني شايف. رح أعطيك بريك سمير. أوكي. أحكي مع ميري ونرجع نكمل. أوكي. What do we mean؟ شو بنعني بهدول الحاجات؟ الحاجات العاطفية هي الحاجات كمان الاجتماعية، هي حاجات مثل التقبل كتير مهم لإلنا، التشجيع، الاحترام، الاهتمام. هذه الحاجات نحن فينا خلقنا فيها مثلها مثل الحاجات الجسدية، الأكل والشرب والتنفس. أهميتها بأهمية التنفس. إذا بنقول إحنا ما فينا بالأكسجين نقدر نعيش، ويمكن ثواني أو حتى أكثر من دقيقة ما متحمل. نفس الشيء بهاي الحاجات العاطفية، نحن بحاجة لإلها. والإشي المهم فيها إنه إحنا ما نقدر نلبيها لحالنا، نحن بحاجة لآخرين في حياتنا يقدروا يلبوا لنا إياها لنشعر بأهميتنا. بالضبط. يعني امبارح كنت أنا كمان عم بحضر وبقرأ بالموضوع، وعجبني كان ناس عم يعني كاتبين إنه هي حاجات بتخلق مع الإنسان. صح. وبيضل معاه لحتى يغادر هاي الحياة، ما بيكون منتبه لها، بس لما بفتقدها بشعر بالفراغ، بشعر بالوحدة، وممكن يصير غاضب ومتمرد، وممكن يكتئب لأنه ما حصل عليها. فنحن حكينا الأسبوع الماضي عن حاجة الاحترام وحاجة المودة، اليوم بدنا نتناول حاجتين جداد اللي هم حاجة التقدير وحاجة الاستحسان أو الرضا، واللي هم منقول عنهم appreciation، مظبوط، أو approval. appreciation اللي هي حاجة التقدير، وapproval حاجة الرضا والاستحسان. طيب خلينا نبلش بالحاجة الأولى. أوكي، نبلش بالapproval. approval الحاجة، حاجة الرضا والاستحسان. هاي الحاجة إنه بدك تطلعي علي أنا وتشوفي صفاتي. أوكي. مش أعمالي، صفات، وتبينيها لإلي وتقولي لي عنها. أوكي. أوكي، مثلاً أنا طباخ ماهر. حلو. مثلاً أنا بحب الناس. أنا خدوم. أوكي. حلو. فبدك تطلعي على الشخص وتقولي له هاي الصفات. مثلا انا بنتي الكبيره هي عندها حاجه الاستحسان او الرضا عاليه، فدائما بتحب ابوها يقول عنها هاي الصفات، انها هي خدومه، انها هي بتحب الناس، اذا حدا مريض بالمستشفى كل يوم بتزوره مش بس يوم، وبتحب تساعد الناس، صديقة مميزة، مخلصة، متفانية بشغلها. بتحب تسمعهم من أبوها اللي هو إنك أنت تقولها أنا بحب فيكي هذا الطبع. بالضبط. أوكي. بس أنا كأب بدي أعطيها المودة، لأنه حاجة المودة عندي عالية، فمن السهل علي أعطيها حاجة المودة. ولما ما أعطيها حاجة المودة وهي ما بدها حدا يمسكها أو يضرها أو يعبطها لا، بدها حاجة الأبروفال، ويا ريت كانت هي حاجة المودة. المودة أسهل. أسهل. والإشي الثاني كمان كأب، أنا دائما بسألها بدل ما أقولها عن صفاتها بسألها
دفعتي دفعة السيارة، جبتي تأمين لسيارتك، رخصتيها، كأنه أنا مفتش. فهي طبعا ما بدها الأب يكون مفتش، هلأ يمكن في وقت لهذا الشيء، بس بدها أب يقولها، يعطيها حاجاتها كرجل في حياتها، والأب كتير مهم بحياة البنت. صح. فإحنا لازم نعطي بناتنا هذا الحكي، الصفات المميزة اللي فيهم، ونستحسن هذول الصفات فيهم ونقولهم عنها. هي حاجة كل الناس عندهم ياها، نحن حكينا هذه كل مرة، كل واحد بحاجة لكل هذول الاحتياجات. صح. ولكن في ناس عندهم حاجة أعلى من الثانية، بس ما مش غلط يعني أنه الواحد يوقف ويفكر الأشخاص اللي بحياته بعائلته شو صفات عندهم حلوة، أوقف عندها أكتبها وأحكي لهم إياها. مظبوط. يعني هاي هي كتير مهمة. هلا ممكن كمان تكون صفات بالشكل، يعني مثلا إنه عيونك حلوين، عيونك حلوين، ممكن بالشكل ولا بس بالأطباع؟ أكيد أكيد بالأطباع، بالشكل، أنت بتغني كتير حلو، تفكيرك كتير حلو، أنت بتقدر تحلي مشاكل، في انت ريسورسفول، بتقدري تجيبي حلول وشغلات. مزبوط. يعني هي ممكن تزبط، مش صعبة الشغلة. يعني هلا بفكر انه باي ناس بعلاقتك، الا لما الواحد يلاقي صفة ايجابية ويحكي عنها، بتلاقي اوتوماتيكلي صارت العلاقة اقوى وصار في احترام متبادل. كتير صح. وهذا هذا يعني بدنا، عشان نقدر نعمل هيك بدنا نعرف الشخص مزبوط، ونعرف عمقه، ونعرف قلبه من جوا. لأنه إذا بس منطلع على أعماله إيش عمل وإيش ما عمل، ومننسى هاي الصفات المميزة اللي مرات صعب نشوفها. ما منشوفها. مظبوط. لازم نعطي حالنا وقت نشوف الأشياء الحلوة. هلأ بدنا ننتقل للحاجة الثانية، واللي هي حاجة التقدير، appreciation. yes. شو بنعني فيها بالضبط؟ حاجة التقدير كتير كتير مهمة رندا. الرضا عم بتعمل فوكس على مين هو هذا الشخص، بغض النظر عن أي عمل عمله. ومنأكد على أهمية هاي العلاقة. يعني بالرضا ابني ممكن ما يجيب علامة منيحة بالامتحان، بس هو بعده ابني، بعده حبيبي، حبيب قلبي. فأنا الرضا بقول له أنت ابني حبيبي حتى لو ما جبتش هالعلامة العالية. أما التقدير بتركز كتير على الأعمال. يعني كتير مهم أقدر ألاحظ لما الأشخاص عم يعملوا أشياء، عم بتعبوا، عم بيعملوا جهد معين، وأروح أمدح حتى الجهد بغض النظر عن النتائج. هاي كتير مهمة، بغض النظر عن النتيجة. 100%. لأنه إحنا كتير عنا فوكس كتير على النتائج، دائما بدنا perfect results، منفكر إنه كل علاقاتنا لازم تكون perfect. ممكن أقول له كان لازم تعمل هيك، ليش ما عملت هيك؟ فعلا. هون بيجي عكس التقدير تماما تماما تماما. يعني مندمر الشخص، بدل ما نكون عم واقفين وعم نلاحظ الأشياء الحلوة والإيجابية اللي عم بيعملها، عم نركز بس على شو ما عمل. فالنقد السلبي ما رح يعزز هذا الشخص، التعزيز الإيجابي هو اللي رح يعمل نتيجة. فلما ما نعطي التقدير ونعطي النقد، عم ناخد النتيجة العكسية. يعني الشخص عم بيكون ما عنده أي موتيف ولا دافعية ليروح ويعمل ويكون أفضل. بالضبط. لأنه بصير أصلا خايف يفشل، فالنتيجة شفت لو عملت هيك كان صار هيك. هاي قدي يعني مزبوط خطرة. طب هلأ إحنا كيف بدنا نراعيها بعلاقتنا يعني بين الزوجين وبين الأبناء؟ يعني شو لازم نعمل لحتى نحقق هاي الأشياء؟ أنا وميري كنا مبارح عم نحكي بهذا الموضوع، فبقولها لازم نعطي مثل من حياتنا، كيف أنا بأدرك وكيف أنت بتقدريني. حلو. المشكلة صارت إنه أنا مش متذكر آخر مرة قدرتها لميري. ليش؟ عندها حاجة التقدير القليلة؟ لا، حاجة عالية. عندها حاجة التقدير عالية. طيب. بس أنا أخذتها كمسلمات، هي مرتي وأنا بحبها وإحنا هذا. أوكي. وتعرف إنه أنا بقدرها يعني. هذا. In general. In general. بس بخلال الأسبوعين الماضيين أو 3 أسابيع الماضيين ما قدرت أتذكر مرة واحدة قدرتها، وأنا بعتذر. أحلاكم. فهذا هو التحدي بحياتنا، إنه إحنا مزبوط بدنا نقدر بعض، بس إمتى؟
بس ايمتى؟ كيف نصرفها هاي؟ بالضبط. وين؟ إذا ما حكيناها خسارة يعني. وللأسف في ناس كتير بحياتنا بحبوا يسمعوا التقدير منا والاستحسان وكل هاي الحاجات، وبتروح الحياة وبتخلص وإحنا عم نركض. كتير بتقوي العلاقة. نيتنا منيحة بس أعمالنا مش ملموسة، بس وين تصرفها؟ وين تصرفها؟ 100%. رندا، كتير بدي أعلق على قصة بناخذ الأشخاص بحياتنا من المسلمات. حقيقي في بداية علاقاتنا الزوجية بنكون كتير عم نركز على الشخص، عم نشوف خصائصه الحلوة، بنكون عم نمدحه، يمكن بكون لابسة لبسة حلوة، سمير بتطلع بيقول شو هاللبسة الحلوة، شو هالشعر الحلو. بمر الوقت وبدخل الملل لحياتنا وعلاقتنا الزوجية، فهون عم نقول اليوم مفاتيح اللي بدنا لنجدد هاي العلاقة الزوجية هي أعطي رضا واستحسان، امدح هذا الشخص، اعرف من هو، فكر ببداية علاقتكم وزواجكم إيش كان يعجبك ويجذبك بهذا الشخص. هذا الشخص لسه عنده هاي الصفة، ولكن أنت ما عادت تعطيه هذا المدح، فارجع امدحه وخلي يحيي هذا الشيء في علاقتنا وترف رشد. من المسلمات بناخدها برب الأسرة إنه أزواجنا كتير وأبهاتنا كتير بيشتغلوا بيتعبوا عم بيضحوا، يعني الحياة عم تكون صعبة كتير ومتطلبات الحياة كتير عالية، فالأب عم بيروح من الفجر بيرجع كتير متأخر بالليل، يمكن يرجع على البيت بدل ما يلاقي الله يعطيك العافية بيلاقي يمكن مرته عم بتقول ولهلا بكير يعني ما كان خليتك بالشغل، وبنفس الوقت بدنا كل متطلباتنا تكون موجودة. هذه هي المسلمات. مرات كتير عم ننسى نشوف قديش عم بيقدم الشخص الآخر وقديش عم بيضحي، وبدنا كل شيء على طريقتنا وما عم نقدر نلاحظ هاي الأشياء ونروح ونعبر. فالتعبير اليوم مش بس بدي ألاحظ الجهد والتعب والعمل اللي عم يعمله الآخر، كمان بدي أروح وأعبر عنه وأقول لهذا الشخص شكراً كتير أنا بقدر. بتقديرنا عم نعطي دافعية جديدة وتشجيع لهذا الشخص يبلش يعطي حتى أكثر من ما عم بعطي. مرات منقول ليش هالشخص مش عم بيكون هيك عنده حتى ما إله نفس يعمل شيء، يمكن لازم نفكر هل إحنا عم نقدره؟ إمتى آخر مرة قدرنا أولادنا، قدرنا أصحابنا، قدرنا موظفينا حتى بالعمل؟ صح. يعني أنا مرات كتير بقعد باخد من وقتي وبكتب مسج للكوتشز عندي وبقول لهم كتير بقدر تعبكم وجهدكم، بعرف قدي هذا. بتقدر تكوني محدد أكتر أي تعب مثلا لما تأخرتي هذيك اليوم عملتي مثلا هيك 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 شكرا قدي بتأثر. طب هلأ عندي يعني احنا تقريبا عم بخلص وقتنا، بس لما يكون عندي أولاد قدي مهم أني أنا أقدر، خلينا نقول لو قلنا الابريشيشن او الرضا والاستحسان او التقدير على الجهود لكل واحد، الاقي ميزته، مش ضروري كلهم يكونوا زي بعض. شو بيأثر على علاقه الاخوان كمان ببعض؟ بالرضا والاستحسان لما احنا عم نقدر نكتشف كل طفل ايش هي ميزاته، ايش بيميزه، ايش خصائصه اللي هي له بس، وعم بقدر ااكد على هاي الخصائص وامدحها، عم بيكون الشخص كتير متمكن في حاله، عارف مين هو ومبسوط مين هو. يعني لما برضى عن هذا الشخص كأنه عم بقول له مين أنت، أنا معجبة فيك وأنا بحب مين أنت. فلما عم بقول لكل ولد من أولادي هذه الكلمة معناه ما رح يكون في عندهم تنافسية بالعلاقة. ليش أنا بدي أكون مثل أخوي؟ لأنه مرات عم بسمع الماما أو البابا عم بيحكوا خصائص كتير حلوة بأخوي، بس ما عم بسمعهم بيقولوا هذا الشيء عني. بصير في غيرة هون. يس بصير في غيرة. أكيد عنده خصائص كتير إيجابية 100% مختلفة. ويمكن قدراته للأخ الأكبر تكون أكتر، يمكن أسكى، يمكن يحب الماث، يمكن الأصغر ما عنده رغبة بالماث ولا الفيزيكس، يمكن يحب الأرت، يحب الإبداع التفكير. فخلينا نبلش نعرف أولادنا. أنا بحب أستعمل كلمة
نكتشف نكتشف اكتشفهم. هم اجونا هدايا عطايا من الله سبحانه وتعالى. افتح هاي الهدية اكتشفها، اعرف مين عندك وبلش نمي هاي المواهب الموجودة فيهم، لأنه الأم والأب كتير مهمين لما يعطوا رضا واستحسان ولما يعطوا تقدير. نحن عم نقدر نعكس الصورة الذاتية للطفل. إذا أنا أمي وأبوي شايفيني هالقد مهم وهالقد كبير وأنا حاسس أني محبوب ومميز، أنا فعلا رح أكون ناجح في حياتي ورح أنمو بطريقة صحية، ما حدش رح يقدر يستغلني مثلا. بدنا نطلع الأحسن فيهم مش الأسوأ فيهم. برافو، فهي متيجي من خلال التقدير. كتير حلو حكيكم عن جد، كتير حلو. أنا بس مبارح أعطاني هومورك سمير، قال لي لما تسكري معنا الخط اعملي هالهومورك، طلعي على عدنان حطي appreciation، أحط التقدير مزبوط التقدير أقدر إيش، وبعدين أحط أيضا الاستحسان. فلما كتبتهم وأخذت وقت لكتبتهم وإجيته، لما إجا وحكيت لهم كتير هو انبسط وبدلني بنفس الشيء. فبالفعل بس بدك مش كتير، ما بتاخدش كم من دقيقة أتأمل أنا كل شخص بحياتي أوجه وأعبر له عن ميزاته. كلام كتير حلو، قديش إحنا بحاجة لهاي الأشياء بحياتنا. إحنا منكمل الجزء الثالث الأسبوع الجاي معاكم. شكرا سمير، شكرا ميري بيترو على هالفقرات اللي كتير عم بتفيدونا فيها. شكرا لكم.